مرحبا يا جماعة، أهلا وسهلا فيكم. إحنا الآن موجودين في مسجد ومش مسجد، هذا مكان جديد فتح في أوتوا اسمه الديوانية الثقافية الكندية إبن رشد، بالإنجليزي اسمها إبن رشد كنيديان إسلاميك كنيديان كولتشرال سوسايتي. هذا المكان له خاصية جديدة غريبة تختلف عن باقي المساجد. هذا المكان بيجمع الثقافة، الحضارة، التعليم، والصلاة والدين. شيء جميل وطريقة جديدة ل introducing أو إظهار أهمية المساجد في كندا، خاصة للموجودين هون، لأبنائنا، لمستقبل أبنائنا. هذا المكان له فيجن رائع جميل جدا، وبدعوكم جميعا أنكم تزوروه. حط لكم العنوان هلأ هون وإن شاء الله بتستمتعوا، وحورجيكم بعض الشغلات من جوا. بالمعنى العام، وننسى أننا نحن عائدون إلى الله عز وجل. والله يا ربي ما حيطلع في جوازك يدخلك جنانه، ولا يتعامل معك في حساب يوم الدين. لا والله سفتكم إيه هذا اللي فارت لي. مين زعل من هذا المسكين؟ مين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها هذا زي ما انتم شايفين، يعني ما شاء الله. يعطيكم العافية شباب. الله يعطيك العافية بالجوج. هلا بمحمد، حلويات سورية شباب مدلعيننا اليوم. سبحان الله عما يشركون. الحمد لله الذي جمعنا بكم، والحمد لله الذي وفقنا وإياكم. عين وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب ما تشاء.